حضر بالسيارة من وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، محملة ثلاثة أطنان من اللحوم والزيتون وطعام الإطعام والكفارات، وبحضور السيد اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المساعد بمحافظة المنيا والسيد وكيل إدارة التضامن. نسأل الله عز وجل أن تصل إلى مستحقيها، وكل عام وحضراتكم بخير. أشكر معالي وزير الأوقاف على هذه اللفتات لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وإن شاء الله توصل لمستحقيها بإذن الله، وإن شاء الله تكون في ميزان حسنات المواطنين اللي هو شاركوا في التبرع، وجزاكم الله خيرا من كل سنة وأنتم طيبين. وأنا بدء التحيات معالي سيد وزير الأوقاف المنيا سيد أسامة القاضي على هذه المبادرة الكبيرة، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله، وده المعروف دايما هي الوقوف بجانب أصحاب الاحتياجات، ودي مبادرة جميلة أتمنى تتكرر باستمرار. شكرا لوزارة الأوقاف، شكرا للقائمين على هذه المبادرة.